الثالث عشر من شهر عيار عام 1975، سمو الأمير الشيخ خليفة يصل إلى مساعيد على الساحل الشرقي من قطر لتدشين مشروع تبلغ تكاليفه 35 مليون جنيه استرليني. إنه معمل لاستثمار ما كان في الماضي نتاجا جانبيا مهدورا لصناعة النفط وتحويله إلى غاز سائل يستفيد منه العالم، الذي يتزايد إدراكه لضرورة المحافظة على الطاقة والحد من التلوث. إنه مشروع جمع بين الخبرات والمهارات الفنية من أوروبا ومصادر الشرق الأوسط والأسواق الصناعية في الشرق الأقصى. هذه هي قصة الغاز الوارد من حقل النفط في دخان وتحويله من نفايات مهدورة إلى وقود صناعي ممتاز. قصتنا هذه لا تبدأ في قطر بل في اليابان، بلاد المعابد القديمة والحدائق الوادعة الغناء. بمثل هذه المناظر الخلابة يحافظ اليابانيون في العالم المعاصر على الهدوء والجمال اللذين تميز بهما فنهم وثقافتهم عبر العصور. المرء يشعر هنا بأن الزمن يقف ساكنا، ولكن ذلك مجرد شعور وحسب، فالزمن أبعد ما يكون عن السكون في اليابان الحديثة. ففي غضون 20 عاما زاد عدد سكان اليابان من 90 مليونا إلى 110 ملايين، وما زال هذا العدد في ارتفاع مضطرد. إن النمو الاقتصادي المذهل الذي بلغ معدله السنوي 12% جعل من اليابان إحدى الورشات الكبرى في العالم، وكانت النتيجة المحتومة لذلك التلوث. فالهواء في بلاد الشمس المشرقة يلوثه الآن الدخان والغازات. في الستينات سنت اليابان قوانين جديدة لمكافحة التلوث والمحافظة على البيئة، وبالتدريج ازدادت هذه القوانين شدة، مما جعل من الضروري البحث عن وقود جديد أنظف. وقود ليس للصناعة فقط بل وللسيارات أيضا. في عام 1965 كان عدد السيارات التي تجوب طرق اليابان 8 ملايين سيارة، وقد تضاعف هذا العدد اليوم 3 مرات. ليست طرق السيارات وحدها تعاني من الاختناق، لقد حمل التلوث اليابانيين على توجيه اهتمامهم إلى أنظف وقود يمكن الحصول عليه غير الوقود الذري، ألا وهو الغاز السائل. واليوم أصبحت أكثر سيارات الأجرة تسير بسوائل غاز النفط، والسيارات الأخرى أيضا تحذو حذو سيارات الأجرة كلما زادت موارد الغاز. إنه في الواقع غاز من قطر. لاستثمار هذا الغاز وقعت حكومة قطر وشركة نفط قطر المحدودة في شهر آذار عام 1971 اتفاقية لاستعماله في إنتاج سوائل غاز طبيعي للتصدير. في لندن باشر المهندسون العمل في تصميم معمل مناسب لهذه الغاية، وبذلك دخل مشروع سوائل الغاز الطبيعي في قطر مرحلة التنفيذ. يتألف المشروع من 3 محطات لضغط الغاز في حقل دخان ذاته، ومعمل لاستخلاص الغاز في الفحيحيل وظيفته فصل البروبين والبيوتين والفضلات المتكثفة كسائل واحد يعزل عن بقية الغاز الذي يتألف معظمه من الميثين والإيثين.
ينقل سائل الغاز الخام هذا بواسطة أنبوب طوله 55 ميلا عبر شبه جزيرة قطر إلى معمل تجزئة الغاز في ميناء الناقلات في مساعيد. هنا يجزأ سائل الغاز إلى بروبين وبيوتين وفضلات متكثفة، ويخزن كل منها على حدة بانتظار تصديره من فرضة التصدير الجديدة. ينتج يوميا أكثر من 340 مليون قدم مكعبة من الغاز، وبتركيب توربينات غازية نفاثة لتشغيل المضخات في الفحيحيل والخطية والجليحة، أمكن زيادة الغاز الناتج بمعدل 70 مليون قدم مكعبة في اليوم الواحد. أنشئت 9 مراكز جديدة لعزل الغاز عن النفط لاستيعاب الزيادة المخططة في إنتاج حقل دخان من 278 ألفا إلى أكثر من 300 ألف برميل في اليوم. 40% فقط من الغاز يحتوي على البروبين والبيوتين بكميات تكفي لاستخلاصها في المعمل الجديد، أما الباقي فهو غاز جاف سيكون متوفرا للاستعمال في صناعة الإسمنت المتنامية في دولة قطر. وفي مصنع الأسمدة في مساعيد، وسوف يستعمل الغاز لتشغيل معامل تحلية الماء في قطر ولتوليد الكهرباء، ولن يمضي وقت طويل حتى يستعمل أيضا في مشاريع صناعية كبيرة أخرى. في شهر آب عام 1971 وصل إلى قطر فريق مسح من أوروبا بعد أن قطعوا مسافة 3000 ميل بسيارة شاحنة. كانت مهمتهم معاينة ومسح البقعة التي اختيرت لإقامة معمل الغاز عليها، وهي أرض مستوية شديدة الملوحة في منطقة مساعيد. المنشآت الثقيلة لابد لها من أسس صلبة قوية، وكان على المساحين أن يحفروا طبقات الرمل حتى يصلوا إلى الطبقة الصخرية التي تحتها ويخططوها. وبالتدريج تمكن العلماء من رسم صورة مفصلة للطبقة الصخرية تحت رمال تلك البقعة. في البحر أيضا كان الخبراء يجمعون معلومات أخرى. هذه المعدات تبدو وكأنها توربيدات فتاكة، لكنها في الواقع تحتوي على أجهزة دقيقة معقدة وآلات تصوير سوف تنزل تحت الماء لقراءة وتسجيل قوة المد والجزر والتيارات البحرية واتجاهاتها على أعماق مختلفة. من العمليات الرئيسية التي بدأت في الحال عملية جرف نصف مليون طن من الرمال ونقلها من حفرة تبعد 8 كيلومترات عن موقع معمل سوائل الغاز. استعملت هذه الرمال لرفع مستوى الموقع برمته بمعدل 7 أقدام، وذلك لكي لا يظل المكان معرضا لأن يغمر بالماء. راح الخبراء في اختيارهم الرمل المستعمل لهذه الغاية أن يكون صالحا للأساسات،